معانا مدام زينب من الإسماعيلية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام هالة؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. وحشتينا جدا جدا يا جدا، رب منورة الشاشة والله. ربنا يخليك يا رب، يا ربنا يخليك يا رب. ونسلم لنا على الشيخ خالد ويجعلها سنة سعيدة علينا وعلى المسلمين يا جميعا يا اللهم رب. امين. اللهم امين يا حبيبتي. اللهم عندك امين. سؤال للدكتور مصطفى؟ عندي عايزة أسأل تفسير حلم للشيخ خالد لو سمحتي. دكتور مصطفى فتح الله معايا. دكتور مصطفى، سوري معلش. ولا يهمك، انا اتفضل. عندي بنتي حلمت ان هي حد بيجي، راجل لابس ابيض في ابيض ودقنه بيضه كبيره كده بس وشه منور، نعم. وبيديها قرصه. فالقرصه دي شكلها جميل جدا، فبتيجي واحده لابسه اسود ووشها اسود، بتوقعها في الارض وبتاخد منها القرصه دي. الحلم ده اتكرر مرتين، المره الثانيه اديها نفس القرصه بس على هيئه رغيف فينو كبير، وبرضه بنفس الشكل، شكلها جميل جدا. راحت جايه زقاها تاني، موقعاها في الارض، نعم. واخدتها منها. فالبنت طلعت تجري وراها وقالت لها دي حاجتي، انا عايزه دي حاجتي انا، ما تاخديهاش مني. قالت لها لا، ما انا قلت لك ما تاخديش منه حاجه تاني. نعم. فقالت لها لا انا جعانه. وراحت البنت نتشت، فنتشت منها نص الرغيف اللي هو ايه التاني. نعم. فراحت قالت لها خلاص انت عايزه تاخديه يعني؟ قالت لها اه خديه. قالت لها ماشي هاخده، خديه بس هتندمي. نعم. فانا عايزه اسال بنت تفسير. حضرتك سنها كام سنه؟ بنتي في اولى ثانوي يعني. يعني حوالي 15 16 سنه. اه خيرا ان شاء الله رب العالمين. بنت حضرتك دائما ما تشعر بتعب او ارهاق ودائما بتنام؟ طيب انا عايز حضرتك دائما ترقيها الرقية الشرعية وتخرجيها بره هذه الاوهام او الحالة النفسية اللي دائما هي موجودة فيها، لانها مقبلة في فترة زمنية او سنية على مرحلة جديدة اولى ثانوي، ناس كتير وناس كذا وكذا وكذا، فالدنيا مرة بتجيلها ومرة بتاخد منها حاجة ومرة بتديها حاجة. فان شاء الله اسأل الله تبارك وتعالى ان ربنا يثبتها وتشد حيلها، ودراستها اهم حاجة ان شاء الله. معانا هدير. الو. ايوه يا هدير. ازي حضرتك؟ ازيك حبيبتي، مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك يا عبير. مبسوطه جدا ان حضرتك رجعت لنا تاني، مستنياكي والله من بعد من اول رمضان ما خلص مستنيه حضرتك حبيبه قلبي، ما تحرمش منكم يا رب. ربنا يخليك. انا بس عندي حلمين. اتفضلي. اول حلم، انا حلمت ان انا وماما رايحين لجدو، جدي دوت متوفي اصلا. نعم. وطلعت البيت اللي هو فيه، ولقينا واحده رفيعه لابسه اسود في اسود كده وقاعده. فماما بتقول لي جدك كده هيجي وهيطردنا، خلينا نمشي. قلت لها ما تخافيش، هو جده هيجي وانا هحضنه بطريقه معينه وهخليه يخلينا قاعدين يعني. فجاه لقيت جده جاي ولابس ابيض وحضنته، وحضني قوي، حتى انا كنت شايفه في عينيه يعني لونها منغصن، بس كنت شايفه في عينيه دموع. نعم. انا كنت كاتمه دموعي، انا ما عيطتش، بس هو كانت دموعه باينه في عينيه. نعم. وحضن اختي الثانيه. نعم. بعد كده قال للبنت ديت قومي اعملي لنا فطار. فلقيت ترابيزه مليانه فيه فول وفي جبنه كيري كده سايحه، زبده يعني لونها ابيض وطعمها حلو، وعسل، وجاب لنا عيش. هو نعم. ما اكلش معانا بس انا اكلت. وجه عند فيه لقمه كده، فاختي بتقول لي بصي في زي ما يكون شوك صغير كده بتاع اللي بيبقى في الجنينه ماسك في اللقمه دي. فانا بقول لها لا مش هاكلها، فما اكلتهاش. فجه جده جه قعد جنبي وقال في لقمه كده ما فيهاش الشوك ده، فبيقول لي هتاكلي اللقمه دي ولا لا؟ فبقول له لا. قال لي انت حره. فقلت له طب خلاص. رحت واخده اللقمه دي اكلت بيها عسل، بس انا الرغيف كله كنت باكل بيه الجبنه البيضه دي. نعم. ومره واحده لقينا الست اللي لابسه اسود دي واقفه بره يعني على السلم بتزعق، وواحد جه بجردة الميه قال لها اسكتي بقى ورشوا عليها. ده كان الحمد اول لله. حلم. الحمد تاني لله. حلم، انا حلمت في ده هي العشر اوائل بتوع ذي الحجه، كنت حلمانه حلمي كده ان احنا في انا في عماره، فطلع فلقيت واحد بيقول لي مديني صورتين وانا صغيره. بيقول لي الصورتين دول بتوعك؟ فبقول له الصورتين اه دول بتوعي وانا صغيره، واحده لابسه مايو قط كده وانا صغيره لسه طفله. فبيقول لي شيل الصورتين دول لمده اسبوعين وما توريهمش لحد. قلت له ليه؟ قال لي مالكيش دعوه. فطلعت لقيت واحدة اسمها دنيا، فبتقول لي يا هدير النمرة دي شوفيها معاكي. فأنا بعمل على الموبايل عرفت مين يعني، أنا عرفت مين، فبقول لها دي فلانة. فبتقول لي آه خلي بالك إن الست دي عايزة تعرف عنك كل حاجة. ورحت أنا واخدة الصورتين، قلت لا لازم أنزل للراجل ده أعرف مين اللي اداله الصورتين.
فنزلت على السلم انا كنت زي مش دايخه بس انا بتخبط، ونزلت انا شفت الشاب ده وشفت البواب بتاع العماره بتاعتنا. فروحت واقعه على جنب اليمين بس انا عينيا مفتحه وشايفاهم. مره واحده لقيت زي ما يكون واحده كده لابسه اسود، انا ما شفتهاش، كانت واقفه في ظهري بس زي ما يكون سجاده تقيله، سجاده مش سجاده صلاه، سجاده تقيله قوي بتلفني بيها، بتكورني بتلفني بيها. فانا رحت قمت من يعني قومت السجاده، رحت واخدها من راسها وحطيتها قدامي. فانا عرفتها ان هي نفس الست اللي كانت صاحب الدنيا دي، قالت لي خلي بالك منها. فبقول لها انت بتعملي معايا كده ليه؟ انا ما اذكيش، ما تاذينيش. وبعد كده لقيت نفسي قاعده وبابا قاعد معايا وصاحبه ومراته كانوا بيتكلموا يعني، وبيقول له ده انا كتبت القايمه بتاعت مراتي. استاذ هدير، ده حلم هندي. ده احنا كده يعني طول قوي قوي قوي، وانا اسمحي لي اسالك سؤال وهسالك يعني ما شاء طب الله. بعد اذنك يا شيخ مصطفى هناخد تليفون ندى ونرد على الحلمين مع بعض. لان هدير عايزه 15 يوم عشان نرد عليها. اتفضلي يا ندى. يا ندى الو، ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه وحشتيني. ربنا يخليك يا رب. انت اكتر. عندي رؤيه ممكن اقول للشيخ عليها؟ اتفضلي. بس رؤيه قد ايه؟ دقيقه بالظبط كده. اتفضلي. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ اهلا بيك يا بنتي، ربنا يبارك فيك. انا شفت النهارده حلمت ان انا واقفه في الشباك عندي وببص في السماء، كنا بالليل، لقيت كلمه الله بتروح وتيجي، الله 3 مرات، بعديها شفت الله اكبر 3 مرات، بعديها ناديت جوزي عشان يبص معايا كان نايم، بعديها لقيت لا اله الا الله في السماء، بعديها لقيت بقيت اقول لا اله الا الله لا اله الا الله في السماء، بعد كده لقيت حصانين في السماء مرسومين في السماء يعني بالسحاب، حصانين قدام بعض، بعد كده ببص بقول الحصانين لا اله الا الله عماله تشاهد، ولقيت كلمه باقي 6 ايام، باقي 6 رقم 6 مكتوب جنبي كلمه مكتوب في 6. بعد كده لقيت ببص تحت في الارض لقيت زي صوره زي راس كده ابليس شيطان بس على هيئه ايه بقى، ان هو تمثال بس بيتحرك يمين وشمال، وانا قعدت اشاهد واقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، مكتوب باقي 6 ايام، على ايه 6 ايام؟ بس بعد كده مشيت، نزلت من البيت مشيت ركبت عربيه مع جوزي ومشينا في شارع كله زي هنعمل حادثه هننزل في بحر تمام. هنمشي في حاجه. بنتي ندى اسمحي لي اسالك سؤال يا بنتي ندى. حضرتك في الفتره ديت بتمر بهم شديد قوي؟ ايوه فعلا عندي مشاكل كتير. دي نمره واحد، اسال الله تبارك وتعالى ان يفرج عنك هذا الهم. اما الست ايام او 6 ايام اللي انت فيها دي، فلقول الله تبارك وتعالى هقول لك تفسير الآية، أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات في 6 أيام، ربنا قال إيه؟ وما مسنا من لغوب، أي تعب أو وهن، فأنا أبشرك أن الله سوف يفرج همك بإذنه تبارك وتعالى. آمين. طب نرد بقى على الحلم الأولاني عشان إحنا وقتنا كده تقريبا. تمام. أستاذة هدير، الـ 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 الأمر هو أن في أمور كتيرة أو بتمر في حياتها ولا تتم، لذلك هي تعيش في فترة من الكرب الشديد والضيق الشديد، فأسأل الله أن يفرج عليها عنها هذا الكرب. والصور اللي موجودة في 10 ذي الحجة اللي هي شافتها دي، فإن شاء الله تنفرج عليها الأمور، لأن هذه الأيام منوط بها التفريج من الله تبارك وتعالى. يا رب. اللهم يا رب. آمين. هم دول بس التفسير الحلمين اللي قالته؟ تخيلي، أنا خدت مفتاح واحد بس من التفسير ده. دي لا يعني تكورت السجادة لأن هو تعبير الرؤية نفسه بيتاخد منه مفتاح واحد، بيبقى قيمة كل المنام في هذا المفتاح، ومع ذلك الرؤية اللي حكيتها دي كلها وممكن تقعد تحكيها ساعتين، هي لم تراها في المنام أكثر من جزء من الثانية، وممكن الحلمين يبقوا مرتبطين ببعض يعني واحد بيكمل واحد. لأن في الحالتين في الناحية الثانية بعد الكرب الشديد ده هيكون في تفريج، لأن إن شاء الله بإذن الله.